اخوتي السلام عليكم. فيديو جديد، اول مره واقيله كتشوفوا لي بهذا البيزي ديال سبارو، حيت الاخرى ما خدامش الشتا غير ديال الشمس. هاد لا فيديو بغيت نديرو، بغيت نشارك معكم نعيشكم الاجواء ديال الشتا. الاجواء الشتا راه ماشي هي الشمس، راه فرق كبير. حيت كاينين الناس تيخرجوا بموطور ترزقوا الله، وما عندهمش شي وسيله تنقل وحده اخرى، ضروري يخرج بموطور في الشتا. هذاك الشيء علاش بغيت نشارك معكم شي حوايج اللي كنعرفها ونعيشكم هذه الاجواء هذه ديال الشتاء. يلا بقاو معنا، هذا الفيديو راه فيه بزاف ديال الافاده. يلا معنا. مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. هذه غنحاول نضرب عصفورين بعشرين واحد، يعني منها نعيشكم الاجواء ديال الموطور في الشتاء وتشوفوا كي داير الموطور في الشتاء. قليل فين تشوف الناس موطور فلوغر تيدير شي فلوغ في الشتاء وداك الشيء، صافي تجي الشتاء تيحط الموطور يعني مزيان بنادم. راه لا عندك شي نصائح شي حاجه باش توعي الناس، حاجه باش توعي الناس ويتفاداو شي اخطاء اللي يمكن انت تتجنبهم بالخبره ديالك وداك الشيء، ما كاينش تشوف الاحسن يتبارطاجو مع الناس. المهم ما كنتش كنعرف شي حاجه، نحاول نشاركها معكم وما تدوز السيمانه خاويه. هادشي اللي غادي يكون في الفيديو، حيت اخوتي تقولوا حكا موطور صافي ماشي ديال الشتا، بنادم ما خصوش يهز موطور في الشتا. راه هي كتقول اخويا هاد الهضره هادي، راه كاين الناس تتصور ترفض الخبز بهذا الموطور، راه تيمشيو الناس لخدمتهم. انت عندك طوموبيل وموطور ولا شي حاجه، راه الناس عندهم كاين اللي عنده غير موطور، وماشي ضروري كنهضر على موطور كبير. انت نهضر بصفه عامه، الموطور راه بحال كبار ولا صغار، يعني كاين الناس اللي خدامين تترزقوا الله بهذا الموتور اللي غادي تقول له انت حطو في الشتا. الا ما كانش الموتور ما عندوش كيدير يمشي يخدم على راسو. سلام. اخوانا نحاول نهضر لكم على فصل المدينه وعلى كاكسون يعني ميت، وعلى برا ديال المدينه، يعني شنو الحوايج اللي نتجنبوها في الشتا، شنو الحوايج اللي نحاولوا ما نديروهاش. اول حاجه غنبداو فيها سوا برا المدينه ولا في وسط المدينه ولا باش موطور كبير موطور صغير، هي ليكيبمون، هي اخويا الحوايج، الجاكيطات الموطور، كاسك مزيان اللي ما يكونش كيدخل ما الليكات ديالك، يعني شي بروتيج لي بروتيج للركبه ديالك على حساب البرد وعلى حساب الماء. البرد عدو للانسان. وعاد غندوزو دابا للطريق، شنو كيف السوغان ديال الشمس والسوغان ديال الجو صحي، ماشي هو السوغان ديال الشتا، راه فرق كبير. يعني في الشتا خاص تزيد لاطونسيون خاصها تزاد، يعني وترد البال، ما تبقاش ديك المراوغات وداك تقرب حتى لحدا الحديد عاد تفراني، هادشي كامل ما تيبقاش. الموطور في الشتا راه كيولي خصك تصب بطريقة ثقيلة، يعني تفكر من بعيد شنو غدير. الحديد قدامك ما امكن ما تلصقش فيه، راه الفرانات حاول ما امكن ما تقيسهمش كاع في الشتا، راه كلشي تيكون كيزلق يعني، وديما ما تخليش قدامك شي عائق، كان شي حاجه دوز دوبرو مشي بالطريق ناشفه من بحال هكا. هنايا هذا هو بغا يدخل بعاد، عطيه اتساع، واخا ما تدخلش كدير انت في بالك بلي هذاك الانسان يقدر توصل عنده عاد تدخل للطريق. بلا هاد الخايبين ديال الموطور في الشتا هو مزيان، تيخصها شي سوي كلاص يخرجوه ليه. حنا غادي اش كندير، انا كنستعمل واحد لا تكنيك، كيكون دابا تتعمر هي بالقطارات، متبقاش تبين، تبقى ندور الكاسك على اليمن وندورو على اليسر، الريح تيطير لك داك الما تيكحزوك لهجي وكحزوك لهجي، على ما يعمر عاوتاني وتتعاود دير نفس العملية. تالي تتنفس شوية، ومسافة الأمان أخوتي ديما لاطونسيو في الشتا ستكون مضاعفة،
اضعاف مضاعفة. هذا اللي قدامي ماشي مسافة الامان غير باش ما ندخلش فيه ولا يعلق بالفران باش يبقى لي فين يوقف الموتور، تعلق بالرويد ديالو باش يبقى يرمي الماء لكفصك لا تضربو ضربو بالزربة فشي بلاصة اللي تايق في راسك، اللي ما غديرش شي حركة واللي ما غديرش فراني على غفلة، وحاولوا ما يمكرهم في الارمي يكونش طالع لي تور ما يكونش طالعين بزاف، الموتور يمشي من الخوف. فيراج تحس موتور مهم، من الفيراج ماشي فيراج مهم، تحس موتور غتنعس راه لا نعستي راه ماشي بحال الطريق ناشفة راه مشيتي فيها، بس انا كانت طريق مالسة شوية تتزلق، حاول ما امكن ندور وقف ما ندورش وانت ما نعس شوية. وهاد الخطوط البيضاء هاد الخطوط البيضاء حتى هي كتكون كتزلق بزاف، ما ميلتيش موتور غير شوية في شي خط ابيض راه يكون الخطر ديال الانزلاق اكثر. المهم احسن حاجه حاول ما امكن ما تخليش شي حاجه قدامك، ما تخليش شي طوموبيل قدامك، حاول تكون انت منك الطريق، ما يكونش شي حد، ما تبقاش لاصق مور شي واحد. بحال هاد الفيراج غير بشويه دوز هنا مشيت شي شويه تبغي تفراني ولا شي حاجه تخرج لك شي حاجه على غفله راه الله يرحمك. بانت شي بلاصه حيت دابا كاين الطرقان خصوصا الطرق الوطنيه الناسيونال، تلقى التراس ديال الروايد ديال الرموكات وديك الشيء كيكونوا متراسيين، لا تراس ديال الروايد شويه تيكون هذاك الريس تيكون تيدريو شويه. حاول ما امكن ما تدوش من تما، دوز من البلاصه اللي تبان لك في الطريق ناشفه. الوسط يكون من احسن الوسط ديال الطريق، يعني يكون الروايد. المهم بنادم في الشتاء يحاول ما امكن انه يتجنب الفرانات في الطريق كاع، خصوصا ذوك الفرانات القاسحين الا للضروره. حتى فرانيتي حاول تركز شويه تاع اللوراني اكثر، ماشي اكثر وانما حيت السوق العادي غير قدامي باش نوقفو اللوراني تنعاونو به. في الشتا لا، في الشتا لا ركز زين قدامي اللوراني مسوقتيلوش راه خطر الموت. استعمل الفران موتور بزاف، يعني بالكراطاج حاول تبقى تفراني الموتور، الكراطاج كيكون حسن. الفران ما تزيرش عليه بس تهلك بلا ما تهلك، كتسهلك على صحتك باش ما تطيحش، راه كتسهلك كتقصص على لي بلاكيط ولا ديسك الفران، كان غيدوز لك واحد المدة غيولي يدوز كثر. يعني غتهز الموطور اخويا في الشتا عقد به، ماشي غتهزو انت غير ما عندك لا حوايج ديال الموطور في الشتا ما عندك، يعني غتهز الموطور في الشتا وقد بها، يعني دير الاحتياطات ديالك. ها باش قلت لكم اخوتي مسافة الامان، الطوموبيلات تيدخلوا في بعضياتهم عادي، لو كنتي انت في الموطور الطوموبيل اللي يمكن لها تفراني اكثر منك وهي ما وقفاتش. يعني بنادم ديما يخلي مسافة الامان وحاول ما امكن ما تخليش الحديد قدامك، زعما تبقى لاصق على الحديد. اخوتي بالنسبة لهاد دورة مع مرايد باش ما ننساش راني باغي نديرها، غير الوقت اللي ما لقيتش دورة مع مرايد باش ديرها ضروري خصك نهار قبل ولا يومين تعلم الدراري في انستغرام بالنسبة للبلاصة فين باغي تمشي. وانا هاد الايامات مزير في الخدمة بزاف، يعني ما تلقاش الوقت فين نصور، غير سمحوا لي بزاف، ولكن راه غنديرها ان شاء الله. وراه جايين فيديوهات واعرين، راه عندي شي بلانات في راسي ما عمر دارهم واقيلا شي واحد هنا شي موتو بلوجر مغربي، غير الوقت اللي خاص غير الوقت. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هادي، ما تنساوناش من لي لايك ديالكم ولي كومنتير الزوينين بحال ديما، واللي ما دارش سبسكرايب يديرها راه تتفرجوا فيه بزاف ديال الدراري ما دايرينهاش. وخليكم مع جوج فيديوهات، هذا واحد الفيديو ما خداش حقه اخوتي ديال فرقت شي حليوات على الدراري في الاطلس، على الدراري الصغار، حليوات ديال عيد المولد النبوي. وهذا فيديو ديال تيست رايد، اخر فيديو ديال ايروكس. يلا نتلاقاو في فيديو جديد، بيس.